وبنفس الوقت اللي كان فيه عمر في الأردن، عبادي الجوهر وأصالة اجتمعوا في الرياض في ثاني حفلات مهرجان الغناء بالفصحى. مساء الخير يا جماعة، أو بالأحرى مساء الخير، كيف حالكم؟ كيف حالكم اليوم؟ بهالطريقة حيت أصالة الجمهور اللي كان سعيد جدا لتواجده بمهرجان يجمع ما بين كلاسيكيات الفن والغناء بالفصحى. اختيارات أصالة ليلتها أطربت الحضور، فوصلتها ضمت روائع أم كلثوم مثل الأطلال. ومن أرشيف الراحل عبد الحليم، أصالة عديدة لأصالة بالفصحى، ومن بين اللي اختارت لها الليلة أغنية فقدت نفسي. ومن ألبوم لا تستسلم اختارت رفقا، هالعمل القريب من قلبها وقلب جمهورها. الأجواء ما اختلفت بوصلة عبادي الجوهر اللي حرص على تقديم أجمل الأعمال اللي تناسب مضمون المهرجان. أول مهرجان يعني تشكر عليه وزارة الثقافة، شكر كبير، وعلى رأسها وزير الثقافة الأمير بدر الفرحان على هذه البادرة الطيبة، لأنه إحنا عندنا قصور كبير في الغناء باللغة العربية الفصحى. هذه البادرة ستعطينا حافز كبير أن نكثف من أعمالنا باللغة العربية الفصحى، لأن الغناء باللغة العربية مهم جدا، لأنه الموسيقى والغناء أسرع وسيلة لانتشار القصائد بالفصحى. ومن هالقصائد اختار يقدم لن أعاتب اللي طرحها من حوالي 8 سنوات. ومن ألبوم أجهلك واللي طرح العام الماضي قدم إليك قيادي. يعني أنا ما بقول للفنان الصاعد أن يتوجه للغة العربية الفصحى فقط، ولازم يغني كل الألوان، من ضمن هذه الألوان الغناء بالفصحى لابد، لأنه هذه لغتنا الأساسية، لغتنا لغة الضاد، فلا بد إنه يكون الفنان ينوع في إنتاجه وفي تقديمه لأعمال فنية سواء باللغة العامية أو باللغة الفصحى. والعود اللي رافق عبادي أيضا كان صديق أحمد فتحي في وصلته. سعادة أحمد فتحي بهالليلة وراها عدة أسباب. أولاً، المهرجان في حد ذاته يحمل رسالة في شك، يعني لأن اللغة العربية الفصحى في أيامنا هذه غناءً كمان غناءً بعيدة عن المطروح، عن الحضور، يعني بعيدة شوية،
فكون المملكة يعني تجهز نفسها لمشروع من هذا النوع، هذا بيعيد إحياء اللغة أولا عند الناس، وبيعيد إحياء اللغة عند الفنان نفسه، لأن الفنان إحنا معظمنا قد بعدنا، لأن المطلوب اللي هو الكلام الشعبي العادي. فهذه رد اعتبار للقصيدة الفصحى وللغة العربية الفصحى. والسبب الثاني يرجع للجمهور المتذوق للفن الأصيل. جمهور إذا تقدم له وجبة فيها إبداع حقيقي بيتقبلها فصيحة أو غير فصيحة، وبالتالي الإشكالية إنه ما كانش فيه تسليط الأضواء على اللغة العربية الفصحى غناء، لكن الآن هي تعتبر لبنة أولى، وأتوقع إنه في المستقبل القريب راح يكون في توسع وانتشار مرة ثانية، ونستعيد للغة العربية مكانتها في وطننا العربي. ومن بين الوجوه الشابة الصاعدة، المهرجان أتاح الفرصة لنجد لتغني مع عمالقة الطرب العربي الأصيل. الشعور ما يوصف، أحس أني ترى بحلم يعني، إلى الآن أحس أني قاعدة أحلم، بس الحمد لله يعني شعور جدا جميل ومرة يعني فخورة بنفسي الحمد لله. والحلم حقيقة نجد على مسرح أبو بكر سالم.